قامت دار المعارف المصرية بمناسبة مرور 125 عاما على إنشائها بتكريم مدير عام مكتبة الكويت الوطنية كامل سليمان العبد الجليل، وذلك للدور الثقافي الكبير الذي تقوم به مكتبة الكويت الوطنية على المستوى المحلي والعربي. في إطار احتفالات دار المعارف المصرية بمرور 125 عاما على إنشائها، نظمت بدار الأوبرا بالقاهرة احتفالية كبرى بحضور كوكبة من الكتاب والمثقفين المصريين والعرب، بالإضافة إلى العديد من الوفود العربية. وخلال الاحتفالية تم تكريم مدير عام مكتبة الكويت الوطنية كامل سليمان العبد الجليل، رئيس الوفد الكويتي المشارك، ممثلا عن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب الشيخ سلمان لحمود الصباح. هذا التكريم أهديه لكل المؤسسات الثقافية في دولة الكويت وعلى رأسها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، برعاية ودعم معالي وزير الإعلام الشيخ سلمان صباح السالم لحمود الصباح. هذا التتويج بالتكريم والتقدير إنما هو واجب ندين به لمصر الشقيقة قيادة وشعبا وحكومة على ما تقدمه للثقافة العربية من إنتاج فكري زاخر، ومن عطاء مستمر في الإصدارات المختلفة، ومن حركة التنوير المستمرة. هذا الاهتمام القوي بالثقافة، بالتجمع العربي حوالين الفكرة والقيم، ده اللي بيطرحه دار المعارف. التعاون المستمر عبر الزمن، كان الدعم مش مالي، لا، دعم فكري ودعم نشر ودعم مبدعين من كافة الدول العربية. والمهم قوي ان احنا نتوحد حوالين فكرة، حوالين هدف، حوالين رؤية، حوالين ان احنا نستحق اكتر من اللي احنا فيه. تضمنت الاحتفالية تكريم مجموعة من رموز مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى أمسية غنائية أحياها كوكبة من فناني دار الأوبرا المصرية. كان الاحتكاك والالتقاء والتعارف تدعيم للعلاقات العربية الثقافية فيما بين من حضر من كوكبة المفكرين والمثقفين والكتاب العرب، فلقد كان لقاء طيب جدا. التقوا حول دار المعارف ليهنئوا، ليباركوا، ليجددوا المسيرة بالدعم، وفي نفس الوقت كان لقاء طيب جدا نما فينا روح الاستمرار بالتعاون والالتقاء وبحث كل ما يتصل بتطوير المسيرة الثقافية العربية إلى الأمام إن شاء الله. نشكر الكويت دولة وشعب ووزارة إعلام وكل المثقفين الكويتة، وبحييهم على هذا الحضور المشرف دائما والذي يعكس طبيعة العلاقة الثقافية بين مصر والكويت. دار المعارف ليست بعيدة عن الفكر العربي، بالعكس دار المعارف نشرت كثيرا من إصداراتها الثقافية والأدبية لكبار المؤلفين في العالم العربي، ليس مصر فقط، فهي قلعة من قلاع الثقافة والتنوير. 125 عاما من نشر المعرفة وإشاعة التنوير، دار المعارف المصرية مسيرة لم تتوقف ومنارة حقيقية للثقافة، وعلى مدار تاريخها تكتسب الكتاب والمؤلفين وأصحاب الفكر والرأي في مصر والوطن العربي. هبة يوسف، تلفزيون دولة الكويت، القاهرة.